مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. اشعلت بيسان اسماعيل السوشيال ميديا باخر يومين بشكل كتير 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 رهيب. فاول خبر كان بخصوصها هو انه التقت واخيرا بانس الشايب. فمعروف عن بيسان اسماعيل وانس الشايب تقديمهم لمحتوى على يوتيوب او على السوشيال ميديا عامة مع بعض. شارك انس الشايب وبيسان اسماعيل هالصور اللي عم بتشوفوها على الشاشة وكمان مجموعة من الستوريهات من بعد اللقاء. وكمان في خبر تاني لبيسان اسماعيل انها رح تستقر بدبي لانه في عندها اعمال كتيرة بدبي، فعدد كبير من اليوتيوبرز عم ينتقل من بلدهم او البلد اللي عايشين فيه لدبي لغرض العمل، وبيكون العمل تبعهم اقرب. الخبر الاخير لبيسان اسماعيل واللي اشعل السوشيال ميديا بشكل كتير كتير رهيب، ام بيسان قررت الرد على جواني او على فيديو جواني اللي شاركه الاخير واللي كان اخر فيديو حسب تصريحه، واللي هاجم فيه جواني خصوصا ام بيسان واتهمها بتعنيف بنتها وبضربها. وردت ام بيسان ونفت هالموضوع وكذبت كل ما جاء به جواني بالفيديو. شارك ويسام تيكت ستوري على انستغرام من بعد ما شارك فيديو بحقيقة علاقته مع بيسان واللي كان غامض شوي واللي بيحمل فيه داخله فيديو انه حيكون في زواج بينه وبين بيسان. شارك ويسام هذا الفيديو كمان على ستوري انستغرام اللي كان تسريب من الفيديو الجاي، فاكتبوا لي تحت بخانة التعليقات رأيكم بالموضوع. مظلم جدا لما الشاب بيروح يطلب ايد البنت العروس بتحط له قهوه، بتحط له ملح بفنجانه. ليش اذا شربه كله عاد عندها تتحمله بكل عيوبها فيديو كليب نارين بيوتي. نارين بيوتي حتشارك معنا فيديو كليب جديد ولاغنيه جديده، واللي رح تكون اغنيه مختلفه عن الاغاني السابقه لنارين بيوتي. فمن بعد ما شاركت هالستوريهات من كواليس العمل، شاركت كمان نارين ستوريهات ثانيه واللي اعلنت فيها انه عم تعمل على فيديو كليب جديد. حبايبي تحضيرات الفيديو كليب، سو مثل ما شايفين عم نجهز الفيديو كليب. لورنس عملوا لي شعري كالعاده، دللوني، وكمان الفيديو كليب ما بيكمل بدون ميك اب منال، سو منال مثل ميك. وبخصوص الفيديو كليبات، رضا الوهابي عم يعمل على فيديو كليب اغنيته الاولى اللي راح تكون بعنوان يلا، كلمه كثير مشهوره بيقولها رضا الوهابي هي كلمه يلا، راح يكون عنوان يلا. فالفيديو كليب حيكون بعد 3 ايام، وشارك رضا الوهابي هالستوري هات من كواليس الفيديو كليب تبعه. هاد ستوري دابا ديال فان تورناج. فهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وعجبتكم اخبار اليوم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتضغطوا كمان على زر التنبيهات. بحبكم، شكرا على دعمكم، رح نوصل قريبا لل 100 الف مشترك. شكرا على الدعم، بحبكم كتير، شوفكم بفيديو جاي.